سيادتك، متى سيتم إعلان النصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يوم أمس الساعة 1900 أكملت الفرقة الآلية واجبها المسند إليها بتحرير المنطقة الشمالية الشرقية المحاذية للنهر بالكامل، مجمع العمارات أو الفنادق ما يسمى بفندق عشتار وبغداد وباقي المناطق. كانت معركة قاسية شرسة جدا دارت رحاها بينه وبين العدو، كانت نتيجة محسومة مثل كل مرة إلى قيادة الاتحادية البطلة. قاد المعركة الأخ العزيز هذا المحور بقيادة قائد فرقة الآلية البطلة والفرقة الخامسة وكذلك الفرقة الثالثة والسادسة الشرطة الاتحادية، أكملوا مهمتهم واليوم هم جادين بتطهير ما تبقى من المناطق. يوم أمس الساعة 1900 أكملت الشرطة الاتحادية الواجب المسند إليها بالكامل، وهي تطهر اليوم الجيوب الموجودة من التنظيمات الإرهابية. يوم غد إن شاء الله مثل هذا الوقت سوف نعلن ونحتفل ونتلو بيان ورسالة النصر التي سوف نوجهها ونهديها إلى القائد العام قوات المسلحة المحترم والشعب العراقي. نعم، في المحور الجنوبي هل لازال في الأحياء المتبقية حتى هذه اللحظة؟ كم هي المساحة وماذا عن العائلات؟ لا يوجد مثل ما ذكرت قبل القليل. أولا، حرر المحور الشمالي بالكامل يوم أمس، وكان نتيجتها الساعة 10 صباحا حررت مستشفى ابن سينا، ولم يبقى في مجمع الشفاء ولا متر واحد لم يحرر. المحور الجنوبي حرر يوم أمس الساعة 1900 بالكامل، حيث تم الالتفاف خلف العدو في المنطقة الشمالية الشرقية الموازية للنهر وقطع خطوط إمداده وتدميره وإنهاء وجوده. يوم غد إن شاء الله مثل هذا الوقت سوف نتلو رسالة بيان النصر التي سوف نهديها إلى الشعب العراقي وإلى القائد العام قوات المسلحة. كم عدد الدواعش المتبقي؟ لا يوجد عدد متبقي سوى جيوب من المتخفين يحاولون يستخدمون بيوت المواطنين كدروع بشرية. إلى حد هذه اللحظة نحن نخلي عوائل محجوزين بالعبوات الناسفة من الشبابيك ومن الأبواب ونخرجهم، لأن العدو يحاول يستخدمه ويمنحهم من الخروج من هذه المناطق. العدو هرب باتجاه المنطقة الشمالية الشرقية التي تقع أمام مكافحة الإرهاب وأمام الجيش العراقي. بالأمس هذا العدو أطلق 4 قنابل الكلور فيها على شارع الفاروق، هل وارد هذا السيناريو أن يتكرر؟ انتهى الإطلاق. يوجد بعض إطلاقات القنص، بعض القنص موجود الذي يأتي من المحور الشمالي قاطع قوات مكافحة الإرهاب الذي لم يكمل واجبه. إن شاء الله بالساعات القادمة أعتقد أو الأيام القادمة يكمل واجبه، لأنه منطقة مرتفعة أكثر من المنطقة التي نحن بها. طيب، بعد هذا التحرير من سيمسك بالأرض؟ العمليات المشتركة عدت كل شيء لقطعات المسك. يوم أمس سلمنا مجمع الشفاء إلى قيادة الفرقة التاسعة الجيش العراقي، والخطة جارية مثل ما منسق وعامل بها. وماذا بعد الموصل؟ كل أراضينا، أينما تكون أراضي غير محررة سوف نتحرك لتحريرها. بكلمة منك عبر الميادين إلى العراقيين. بسم الله الرحمن الرحيم، شكري وتقديري لكل أبنائي ضباط ومنتسبي الاتحادية، للشهداء وعوائل الشهداء، للجرحى، لكل الشعب العراقي الذي وقف صفا واحدا لدعم الاتحادية، للمرجعية الحكيمة الرشيدة التي دعمت الاتحادية وكانوا على اتصال دائم في قيادة الاتحادية ويعالجون الجرحى ويلتقون بعوائل الشهداء، وإلى البرلمان العراقي ممثل الشعب لدعم الاتحادية، وإلى السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم، وإلى السيد وزير الداخلية المحترم، وإلى أخواني المدراء العامين والوكلاء في وزارة الداخلية. وشكر وتقديري إلى أخي العزيز سيدي رئيس أركان الجيش المحترم، وإلى وزيرة الصحة لما قدمتها من دعم بالإسناد الطبي، وكذلك شكر وتقديري إلى مدير صنف المدفعية في الجيش ومدير صنف المشاة. شكر وتقديري وببالغ الامتنان إلى أخي العزيز اللواء ركن سمير زكي نائب قائد طيران الجيش، وإلى طياري الشجعان ضباط ومنتسبين. وشكر وتقديري لكل الإعلاميين الذين حضروا في الجبهة وأعطوا الشهداء والجرحى لينقلوا حقيقة ما يدور، للبوابة الأمينة للعراقيين لشفاء النصر. طبعا النصر هو كفيل بشفاء كل الجراح، وإن شاء الله ننقل كل ما هو يشفي جراح الشعب العراقي وكل العالم العربي والإسلامي. أعتذر منك، سؤال أخير كي لا يفوتني، هل المناطق التي تم تحريرها
هناك من خلايا أو جيوب إرهابية تشكل مخاوف على الأمن والاستقرار بعد التحرير؟ الحقيقة مع شديد الأسف كان إخلاء لأطفال وناس كانوا محتجزين بأعداد كبيرة. هذول الناس الحقيقة قطعوا عن مجتمعهم بالكامل، يعني أتكلم قتل آبائهم وأمهاتهم والنساء أزواجهم وأخوانهم وآبائهم. هذول الناس أكثر من 7 سنوات كانوا في تغيير فكري عقائدي كبير، ولهذا أرجو من كل منظمات المجتمع أن تعيد الأفكار إلى وضعها الطبيعي. أعتقد يجب أن نغير الأفكار، يجب أن يلمس المواطن. شكر وتقديري لأهالي محافظة نينوى الكرام الذين تعاونوا مع الأجهزة الأمنية. جيوب بالمناطق المحررة؟ لا توجد جيوب في المناطق المحررة، ولا نتركها إلا أن نجعلها مدينة آمنة سالمة ونعود المواطنين وكذلك نعود النازحين وننهي أزمة المحاصرين. وأنت القائد الألماني داني الذي حضرت معنا إلى هنا، شكرا جزيلا سيادة الفريق. شكرا يا سلمى. رائد شاكر جودة قائد الشرطة الاتحادية.